السلام عليكم، أهلا بكم. النهاردة حلقة تعليم الستريم لاين. الستريم لاين بيكون بنفس الوضعية اللي انتوا شايفينها، بفرد إيدي بجعلها مستقيمة والإيد التانية تكون فوقها، كف الإيد ماسك في الإيد اللي تحته، بالصابع الكبير بقفل على إيديا اللي تحت، بيكون دقني على صدري وأقفل على إيدي كويس، وأشغل رجليا بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بفرد مشط رجليا، بقفل صوابعي تكون رجليا مضمومة مش مفتوحة. شكرا، أتمنى تكونوا استفدتم. سلام.